أحييكم من جديد. هل سمعتم من قبل بنظام تشات جي بي تي؟ إن لم تكن سمعت به فهذا التقرير سيستعرض البعض من المعلومات حول هذا النظام الذي قال عنه باحثون إنه قد يزلزل عرش جوجل، بل وقد يهدد وظائف الملايين من البشر. خلال الأسبوع الماضي غصت مواقع التواصل بنشر صور لمحادثات مذهلة بين المستخدمين ونظام ذكاء اصطناعي جديد أطلق عليه اسم تشات جي بي تي. هذا النظام هو نموذج لغوي جديد طوره مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي أوبن أي ون، وأظهر النظام قدرات متقدمة في إجراء محادثات والإجابة عن الأسئلة العامة والخوض في مواضيع متنوعة معقدة. فما هو هذا النظام وكيف يعمل؟ تشات جي بي تي هو عبارة عن نظام صمم خصيصا لتقديم معلومات والإجابة عن الأسئلة عبر واجهة نصية تخاطبية. يقوم النظام على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يشمل ذلك تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، وقد تم تدريبه على كمية هائلة من النصوص على شبكة الإنترنت حتى يستطيع التفاعل مع المستخدمين. يتيح هذا النظام للمستخدم تقديم تعليمات أو تساؤلات بسيطة كانت أو معقدة ليقوم بتقديم إجابات تفصيلية. يقول المختبر المطور للنظام إنه قادر على مواصلة الحوار بشكل تفاعلي حتى أنه يعترف عندما يرتكب خطأ ما. ويضيف المختبر أنه اعتمد على التعلم المعزز القائم على الاستجابة البشرية، إذ أدى الباحثون مرات دور الإنسان ومرات أخرى دور نظام الذكاء الاصطناعي، ليقوموا لاحقاً بضبط قدرات النموذج من خلال المقارنة بين الإجابات المختلفة واختيار الأفضل منها. لكن هل يشكل هذا النظام فعلاً تهديداً لمحركات البحث التي اعتدناها، بل وحتى لوظائف البشر؟ يرى بعض المختصين أن تشات جي بي تي يمثل قفزة كبرى في مجال معالجة اللغات الطبيعية، وينقل البشرية لمرحلة جديدة للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لكن البعض من المختصين رأوا غير ذلك، واعتبروا أن هذا النظام يمثل تهديدا حقيقيا للعشرات من المهن. فتطور هذا النظام وانتشاره أكثر بمنظورهم سيؤدي إلى الاستغناء عن الصحفيين، الكتاب، المبرمجين في غضون سنوات قليلة، كما أنه إذان بنهاية محركات بحث لطالما كانت متربعة على عرش الإنترنت كجوجل مثلا. يقول هؤلاء المختصون إن هذا النظام سيؤدي أيضا إلى كثرة انتشار الأكاذيب والنصوص المسيئة. ويقول المختبر المطور لهذا النظام إن عدد المستخدمين قد تخطى 1,000,000 شخص في غضون 5 أيام فقط من إطلاقه، وهذا دليل كاف على مدى الانتشار الذي حققه في فترة وجيزة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي محمود غزيل، صحفي ومدرب على التواصل الاجتماعي. أهلا بك سيد محمود. قبل أن أغوص معك بالتفاصيل فقط طمنا، هل فعلا سيؤدي إلى الاستغناء عن الصحفيين والكتاب؟ طبعا هو يهدد، ولكن لن يتم الاستغناء عنه بشكل تام، لأنه نحن عندنا التفكير، بينما الكمبيوتر هو مجرد ماكينة تحلل المعطيات اللي موجودة أمامها. طيب لو أردنا المقارنة، أنا صراحة حاولت الاطلاع عليه قبل الدخول إلى النشر لأنه علمت به فقط من يومين. لو أردنا المقارنة بينه وبين جوجل، يعني ما الفرق ولماذا يعتبر الخبراء بأنه قد يجعلنا جميعا نستغني عن جوجل؟ طبعا المسألة الأبرز لأي شخص يستخدم تشات جي بي تي أو يستخدم جوجل على حد سواء، بيقدر يشوف بأنه جوجل ما بيعطينا النتيجة كأنه شخص أمامنا يتحدث إلينا بالمصادر والمراجع، لا، بيعطينا روابط، لينكات، صفحات نحن بندخل عليها وبنحصل على المعلومات. الفارق مع تشات جي بي تي بأنه يبدو كأنه شخص أمامي أتحدث معه،
فيني أحكي باللغة الإنجليزية، فيني أحكي باللغة العربية، وهو بيعطينا الإجابة كما هو يراها. طيب عند طبعا إذن نحن ما بدنا الفرق ننتبه. بينه وبين سيري؟ طبعا سيري هو نظام مغلق على نظام أبل فقط، شات جي بي تي هو مفتوح. نظام سيري هو محدود ببيانات محددة من قبل شركة أبل، ويعتمد على الروابط المنشورة على الإنترنت، بينما شات جي بي تي هو عنده كمية هائلة من المعلومات يتعلمها لحديث سنة 2021، ونحن الآن اليوم على أبواب على شات جي بي تي بالنسخة الجديدة، حيكون كبير وضخم جدا ويعالج كمية هائلة من المعلومات القادرة على إعطائنا معلومات بشكل أوسع وأكبر، وحتى أيضا المساعدة على كتابة نصوص ومواضيع وحتى قصائد يمكن ما هي موجودة بتاتا على الإنترنت. أها. طيب هل يقتصر فقط على يعني الكلمات والنصوص أو يعطي أيضا فيديوهات؟ الشركة اللي هي أسست شات جي بي تي أوبن أي آي لديها أنظمة مشابهة للذكاء الاصطناعي تتعامل مع الصور والفيديوهات. أبرز هذه الأمثلة بالصور هو برنامج اسمه دالي أو دالي نسخة الثانية، يلي اشتهر أيضا قبل ما يطلع شات جي بي تي بأنه كان في إمكانية أنه أنا مجرد أوضع جملة معينة معبرة عن صورة، مثلا أرنب يركب صاروخ في الفضاء وخلفه مثلا والله كوكب الأرض، وبيظهر لي هذه الصورة الغير موجودة بتاتا يلي إذا بدنا نقول أنتجت وولدت للمرة الأولى أمامي. فنحن عم نشوف هذه التقنيات تتوسع، وشفنا بالسابق كيف في تطبيقات انتشرت عبر الهواتف يلي بإمكاننا نحن ندخل صورة معينة حتى بيكون لأشخاص ما عادوا موجودين معنا، وتتحول هذه الصورة إلى فيديوهات تتحرك بشكل يعني فعلا كأنه إنسان. فنحن بتنا اليوم أمام تقنية فيها تعطينا صور ما كانت موجودة، فيديو ما كانت موجودة، وهلأ اليوم عم نشوف كيف قدرة النصوص يلي غير موجودة أنه تصير أمامنا ومتاحة لنا. طيب هل يعني ذكرت بالبداية بأنه ليس مقتصر فقط على آيفون أو أبل، هل هو يعني يمكن تحميله على أي نوع من الهواتف؟ هو لحد الآن موقع إلكتروني متاح للجميع. طبعا بالمراحل الجاية يعني أظن بالأيام الجاية حنشوف نسخة مدفوعة من الموقع. هل هي ستتاح للأجهزة الذكية اللي عنا؟ طبعا أظن مع إتاحة النظام المدفوع حيكون بإمكان المطورين إنشاء تطبيقات متصلة بتقنية شات جي بي تي اللي بتخلينا نحن نستعمل هذه التقنيات بشكل أسهل على التليفون. طبعا نحن ما لازم ننسى أنه خلال العامين السابقين شفنا ثورة كبيرة بالذكاء الاصطناعي، وصار في تطبيقات عديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على كتابة النصوص، كتابة الإيميلات، وكتابة حتى رسائل الأس إم إس عن طريق إضافة كيبورد معين على آيفون أو على أندرويد، بتخلي مش بس مجرد استكمال أو تكمل الجملة العبارة مثلا صباح تغري تطلع كلمة الخير، لا تنكتب رسالة كاملة بمقاطعها بالتفاصيل اللي نحن بدنا إياها. فالتطور يلي عم نشوفه اليوم عم يكون كتير متسارع وكبير، وهذا بينظر يمكن بخطر يمكن شو ممكن التطور يعطينا بعد هذه الأيام. طب هي إذا قلت اسم الشركة الأم، هل هي أيضا من يعني الشركات بسيليكون فالي أو بمكان آخر؟ ما هي أصول نعم، هذه الشركة؟ أوبن أي أي هي متواجدة حاليا بسيليكون فالي. طب لو تحدثنا عن إيجابيات وسلبيات هذا التطبيق، هو بطبيعة الحال ومن البديهي بأنه يسهل حياتنا، ولكن كما ذكرنا في الخبر بأنه يهدد أيضا بعض الوظائف. قلت لي بأن هناك نوعا ما مبالغة بهذا الموضوع، ولكن ما السلبيات فيما لو أردنا الخوض بها؟ طبعا نحن ما فينا إلا ما نستذكر الثورة الصناعية، إنشاء المطبعة، حتى إذا بدنا نقول على الصعيد الإعلامي والصحافي فينا نتذكر أنه قبل يمكن 100 سنة كان لازم واحد يكون يعرف كل تقنيات الكتابة العادية على ورقة وقلم، صرنا بعدين مطلوب بأنه الصحافي يتعلم كيفية كتابة على الكمبيوتر. نحن اليوم صرنا بنقول بأنه كل صحافي لازم يكون يعرف مبادئ مثلا والله المونتاج أو تحرير الصور أو استخدام منصات النشر. فنحن عم نشوف أنه خلال نحن حياتنا وحياة الإنسان دائما في تطوير للمهارات، تطوير للقدرات.
بتختفي بعض الوظائف، ولكن بيصير في تطوير لإمكانيات كل شخص فينا. نحن كمان ما لازم ننسى أنه باستخدام هذه التقنيات والذكاء الاصطناعي، إن كان شات جي بي تي ولا أي منصة تانية، هذا بيفتح مجالات أوسع بكتير. نحن ما ننسى أنه عن طريق طيب الذكاء الاصطناعي نعم. قادرين نحن نعمل حل طيب لمعادلات أستاذ محمود، رياضية. عندي سؤال أخير نعم. وباختصار شديد لو سمحت. هل يمكن القول بأن هذا التطبيق يشمل وكأنه جوجل ويوتيوب وسيري وكل ما نعرفه، ولكن ب يعني حلة منمقة وأفضل؟ ما فيني أنا أقول أفضل، لأنه هذا المنصة تعتمد على المعلومات المنشورة على الإنترنت، ولكن الشيء المؤكد بأنه نحن يوم الأربعاء المقبل جوجل حتطلق شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وكل العيون على هذه المنصات اللي ممكن جوجل تطلقها لتواجه شات جي بي تي. نعم، فهل ستكون أفضل؟ هل ستكون أقل؟ نحن بنشوف مع الأيام. شكرا جزيلا لك محمود غزيل، صحفي ومدرب على مواقع التواصل الاجتماعي، كنت معنا هنا أو من دبي. شكرا جزيلا لك.